عملت مصر خلال السنوات الماضية على تعزيز فرص التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك انطلاقا من أهمية هذه المؤسسات في تحفيز جهود الدولة التنموية، وهو ما تكلل بانضمامها هذا العام لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس، فضلا عن استضافتها اليوم وعلى مدار يومين الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. انطلاقا من أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ومنح التمويلات الإنمائية الميسرة لتلبية متطلبات أولويات التنمية، عملت مصر خلال سنوات على تعزيز جهودها في التعاون مع البنوك والمؤسسات الدولية. مصر تحظى بعلاقة وثيقة لدى مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ إن التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بات هو السبيل الوحيد نحو التغلب على التحديات والمضي قدما نحو التعافي الشامل والمستدام. جهود حثيثة تبذلها الحكومة لدفع العلاقات مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، حيث انضمت مصر العام الجاري إلى عضوية بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس، إضافة إلى شركاء آخرين للتنمية، وهو ما يعزز آفاق التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع تلك المؤسسات ويفتح آفاقا جديدة للشراكات متعددة الأطراف. كذلك تأتي العلاقة الوثيقة بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث تبلغ المحفظة الاستثمارية نحو 1.3 مليار دولار منذ 2015، من بينها أكثر من 360 مليون دولار للقطاع الخاص. مصر وضعت أيضا إطارا واضحا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يقوم على رؤية لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين لتحفيز جهود الدولة التنموية والمضي قدما في ترسيخ الشراكات مع القطاع الخاص وتنشيط أدوات التمويل المبتكر بما يدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر ويلبي أولويات ومتطلبات التنمية. هذا الإطار يهدف أيضا إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، فضلا عن تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال. Humankind has always faced challenges. But those who work together, those who think differently, are those who can overcome anything, providing the answers, no matter how difficult the challenge. Today, our challenges have never been more frightening. They threaten our world. They threaten our children's world. But though our challenges may seem insurmountable, by working together, we are a formidable force. Where there was danger, we're creating a safer world. We're providing safe water and sanitation for millions of people. Where there was isolation, we're bringing people together. Together with our partners, we're connecting people to a whole world of possibilities. Where old ways aren't working, we're bringing new. We've created one of the world's largest solar resources, providing cleaner, greener energy for this generation and the next. And together, we can do more. Much more. Working with our clients, we can overcome the challenges that threaten our future. Working together to provide the infrastructure for tomorrow, we will create a world where our children will thrive.
It's because we all share that vision that we are gathered here in Sharm el-Sheikh for the 2023 annual meeting. Our first ever in Africa, with our friend, founding member and host, the government of Egypt. We are creating a platform for a deeper exchange, for cooperation and collaboration, to drive sustainable growth in a challenging world, and provide the sustainable infrastructure for tomorrow.